نتكلموا على واحد الحمله جميله جدا بالاخص في الفقره ديال عماره الدار. وكنحاولوا مره مره انه يكونوا معنا ناس اللي فعلا كيشتغلوا بهم وناس اللي واقفين فعلا في الصفوف الاماميه. حمله وطنيه لايصال تبرعاتكم مستمعينا وايصال الاغاثات للناس المتضررين. هذه الحمله الرائعه جدا جات تحت شعار عمليه اطلس امه واحده. اليوم معنا السيد المكلف بهذه الحمله هذه اللي يستاهل ويستحق حتى بحاله بحال بزاف ديال المغاربه اللي نقول له شكرا جزيلا على هذه المبادره الطيبه وهذه المبادره الجميله اللي غادي نعرفوا كذلك تفاصيلها مع السي محمد الغيساني. صباح النور محمد. صباح النور للهانيه. صباح بخير. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله امورك طيبه. والله الحمد لله والشكر لله. ملي كنشوفوا هاد المغاربه وهاد التكافل ديالهم والكرم ديالهم يمكن الا نقولوا الحمد لله. الحمد لله النعمه وهاد البلد السعيد. الحمد لله. سي محمد انت من بين الناس اللي خدموا بهمه ويستاهل ويستحق ان نقولوا له شكرا ويكون هو عماره الدار ديالنا في هذا الصباح هذا. طيب في البدايه قبل ما غادي نتكلموا على التفاصيل ديال عمليه اطلس ونبغيو نعرفوا كذلك مجموعه من التفاصيل ديالكم انتم اللي كنتوا تما ربما الوقت ديال 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 هذا الواقع هذا، نبغيو نعرفوا حاليا الاماكن المتضرره كيف داير الوضع فيها سي محمد؟ الحمد لله كاين مجهودات كبيره قامت بها الدوله المغربيه وقام بها الجيش والسلطات العموميه، وحنا جينا كمبادره ديال مجموعه من الشباب المغربي اللي شاف بان واحد طرف واحد قطعه ارض من هذا البلد الكريم الدرات وحاول يساعد باي وسيله. وحنا بيسكو عندنا واحد العلاقات وطيده مع شركه الشحن جات مبادره اطلس باش تكون وسيله تربط ما بين المواطنين المغاربه اللي بغاو يساعدوا والمواطنين المغاربه اللي تضروا. الحمد لله دابا منطقه الحوز الحمد لله على ما كنشوفوا تم تسريح اغلبيه ديال الطرقات واغلبيه ديال الدوابر تقريبا على حسب الرؤيه اللي عندنا وصلتها المساعدات. منطقه تارودانت كذلك، منطقه ورزازات كذلك، لان اوبيراسيون اطلس كان التركيز الكبير على هذه المناطق الثلاثه. مازال المناطق الصراحه مازال ما وصلهاش الدعم بالشكل الكافي، ولكن اوبيراسيون اطلس والسلطات العموميه والمبادرات الاخرى الحمد لله مازالين مكملين في الطريق. سي محمد شنو هما الدواوير اللي زرتوها وشحال من دوار كنتوا فيه وكبتوه وزعما ودعمتوه تقريبا؟ تقريبا اكثر من 250 دوار. تبارك الله عدد مهم. الحمد لله الحمد لله، لان اوبيراسيون اطلس في الاول مع الانطلاقه ديالها درنا اكثر من 20 متطوع كان الهدف ديالهم هو انشاء واحد خليه ديال تجميع ديال المعلومات بهدف ان يكون عندنا مخاطب في كل دوار. ضروري خصنا هذا المخاطب هذا. وكانوا ناس ما عندهمش الهواتف النقاله وفرنا لهم هواتف نقاله. جميل. وكانوا ناس عندهم مشاكل في التغطيه ديال الهواتف اتصلنا مع الشركات ديال النقل وحاولنا نوصلوا لهم معلومات ان هذه المناطق هذو يجب التسريع. والحمد لله هما كان عندهم بلون في تسريع التغطيه الكوفرتور باش ترجع تغطيه الهاتف ديال هذه المناطق. وكان عندنا تواصل مع الناس ديال الكهرباء كذلك. الحمد لله واحد التواصل ما نكذبش عليك زعما كتفرح بزاف كتفرح بزاف كتشوف هذا النوع ديال التواصل ما بين هذه القطاعات كاملين الخاص والعام والدرك والجيش والسلطات المعنيه زعما الحمد لله. كان تنسيق جميل جدا. طيب سي محمد واش كتشتغلوا تابعين لمؤسسه معينه ولا كتشتغلوا بوحدكم شباب مغاربه؟ احنا في الاول كنا كشباب مغاربه. نعم. في الهدف ديالنا كان هو توفير وسيله لوجستيكيه لنقل المساعدات ومساهمه المغاربه للمناطق المنكوبه. ومن بعد لقينا ان كاين واحد المشكل في التوزيع، يعني الطريقه ديال التوزيع كاين فيها واحد المشكل. لذلك ارتئينا اننا نخدموا مع جمعيات اللي من اهمهم جمعيه عطاء اللي عندها اكثر من 13 عام في خبرة في مجال الأعمال الخيرية العطاء ومجال الأعمال الخيرية. سي محمد الاستمرارية دابا كلشي كيتحدث على هذه الجملة هذه ديال الاستمرارية ديال كلشي كيقول واش هادشي غيبقى ولا ما غيبقاش، واش الاستمرارية ديال الخير غتكون ولا ما غتكونش، واش أنتم دايرين شي استراتيجية باش هذه الاستمرارية تبقى على المدى البعيد ولا عندكم رؤية أو واحدة أخرى؟
كاينة الصراحة استراتيجية، ولكن اللي نأكد لكم احنا في الميدان والله زعما المملكة والدولة كتقوم بواحد العمل كبير جدا لاحتواء هذه الأزمة، لدرجة أن الإعلام العالمي والتي يقول بأن هذا القدر اللي قدر على الله سبحانه وتعالى، وحنا حنا ما يمكنش نلوم الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، أنه أكثر زعما أسرع كارثة ولا أسرع نكبة اللي تجمعات في العالم تم احتوائها. صحيح صحيح. الحمد لله الدولة المغربية توفر جميع الأشياء، وغيكون واحد سريع إن شاء الله ديال احتواء هاد النكبة هادي. وحتى المجتمع المدني زعما عنده واحد الرؤية بأنه غيبقى يساعد وغيبقى زعما يوصل المساهمات ديالو. حنا الخطة دابا اللي غنقدروا ندوزولها إن شاء الله هي على جوج الخطط. الخطة الأولى هي توفير مستودعات صغيرة قريبة من هاد المناطق هادو، قريبة من الدواوير. احنا في إطار تفاعل مع السلطات المعنية لتوفير واحد المؤونة اللي على الأقل تكفي لي 6 أشهر على الأقل. وهاد المؤونة كنهضروا على مؤونة اللي بحال مثلا اللوبيا، العدس، السكر، حوايج اللي بشكل يومي اللي كيحتاجهم شكون. وحنا بحال مثلا امس كان انطلاق مبادره توفير حمامات عموميه لهاد الناس هادو، لان الناس راه ما خصهمش غير الماكله، الناس خصهم يرجعوا للحياه الطبيعيه ديالهم، خصهم حمامات، خصهم مدارس، خصهم روض اطفال، خصهم اناره، خصهم بزاف د الحوايج. والحمد لله كاينه واحد اليقظه عند الشباب المغربي وعند السلطات المغربيه بهاد الامور كامل. نعم سي محمد، طيب بالنسبه لك شنو هما الامور اللي انتم مازال محتاجين لها، اذا ممكن الناس اللي كيسمعونا يقدروا يعاونوكم بها، مازال خصها توصل هالدواوير؟ مثلا كما قلت مثلا ايواء المواطنين، دابا الخط زعما الخطه اللي غادي فيها الناس كاملين هي واحد الابنيه، ما تكونش ذوك الخيام البسيطه، هي ابن خيام اللي ممكن تاويهم حتى في حاله الشتاء، لان احنا مقبلين على شتاء وتيكون قاسي في هذوك المناطق، واحد البرد قاسي. وثانيا وسائل باش يطيبوا الماكله، لان ما يمكنش احنا نبقاو نعطيهم زعما الماكله وما عندهمش باش يطيبوها. نعم. مثلا بوطات حنا كنحاولوا نوفروا بوطات كيخدموا بالطاقه الشمسيه، ولا وسائل ديريشو تيخدموا بالطاقه الشمسيه. نعم. باش حتى الكوفرتور ديال الضو الا ما كانتش نحيدوها. وميم طون كاين دابا الاهم هو توفير المواد بحال القطاني، بحال لان لاحظنا ان الناس كيجيو من المدن كيجيبوا معاهم الشوكولات، كيجيبوا معاهم امور اخرى. ان الفريق الطبي اللي كاين معنا في اوبيراسيون اطلس قال لنا ان اكثر حاجه كيتشكاو منها دابا الناس هي هذاك التبديل اللي طراهم في المعده ديالهم، لان ما مولفينش كياكلوا هذوك المواد كلها. هذا الشيء غير باش الناس يفهموا الكرم ديالكم مزيان، والحمد لله هذا الشيء في العالم يشهد العالم، ولا دابا يشهد المغاربه ومن قديم الزمن يشهد الكرم المغاربه. ولكن الا قللنا غير الامور، انا اوليو باش نجيب مثلا الشوكولات ولا شي حاجه، نجيب واحد 2 كيلو ديال اللوبيا، 2 كيلو ديال العدس، 2 كيلو ديال الحمص، وواحد شويه ديال المواد العطريه وكذا. هاد السيد راه غنوفر ليه اوم واحد السيمانه ديال الاكل. والحمد لله المغربيات والمغاربه في دوك المناطق يتقنون الطهي، زعما هما عارفين الامور ديالهم، ما غاديش نوريهم شنو يديروا. كاينه واحد ان شاء الله احنا في اطار التنسيق مع مجموعه من 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 من, من, من التنسيقيات باش اوبيراسيون اطلس تدوز المرحله الثانيه اللي هي مرحله بناء وانماء. احنا كنحاولوا دابا نشوفوا واحد الفيلاج اللي تكفل به اوبيراسيون اطلس اترافير لي بارتنير ديالها، باش نحاولوا نبنيو لهاد الناس مساكن يعيشوا فيها بواحد الطريقه كتحترم داك المعيش الكريم اللي عندهم والعيش الكريم، وحتى الهندسه المعماريه ديال دوك المناطق. وغنوفروا لهم مثلا مناطق فين يقدروا يمارسوا رياضات سهله جدا، وغنوفروا لهم واحد الوحده صناعيه فين يقدروا هذوك الشباب ديال داك الدوار ينتجوا، بحال مثلا تما كاين انتاج كبير ديال التفاح، يقدروا نوفروا وحده صناعيه كتصنع مثلا خل التفاح اللي هو عليه واحد الدوموند مغربي وعالمي، نقدروا
نقدروا نوفروا مناطق تما ديال النسيج ديال المهم هذه الشكل ديال التعاونيات ممكن انهم يعاونوا الناس ديال الدوار. سي محمد ما نمشيوش عندهم غير باش نعطيهم الماكله، مي نوفروا لهم الحياه باش يعيشوا هنا القدام. برافو عليكم سي محمد. برافو سي محمد. كما كنعرفوا ان بزاف الجمعيات كيشتغلوا في الخير على مدار السنه، وبزاف ديال الناس كيشتغلوا معكم حاليا في منطقه الحوز. هذا ما كتشوفوش ان بزاف ديال المناطق اللي كانوا كيمشيو للجمعيات يبقاو مركزين فقط على الحوز، خصوصا ان في الايام في الاشهر المقبله كاين البرد وكاين كنشوفوا كانوا مبادرات كثيره كدار في هذه المرحله هذه. واش ما كتشوفش ان الجمعيات تتركز على الحوز اكثر وغتنسى بزاف ديال المناطق اللي كاينه في المغرب اللي محتاجه هي الدعم ومحتاجه العمل المساعده والعمل الجمعوي اللي كتقدموا اي جمعيه؟ صراحه المشكل كان قبل، لان مبادره اطلس الانطلاق ديالها كان في منطقه الحوز، عاد تم انشاء فروع في تارودانت ورزازات، ولكن الحمد لله دابا غير اتصال هاتفي غير ما هذه نهار ولا يومين اكدوا لنا ان المناطق الاخرى حتى هي فيها واحد التوزيع مزيان للمساعدات، وبان جمعيات محليه وجمعيات خارج على المنطقه حتى هي كان التركيز ديال على هذوك المناطق. وبيان سور ما ننساوش ان الدوله المغربيه تبارك الله زعما نازله بالثقل ديالها في هذه المناطق. كان في الاول كانوا محتاجين للتجميع ديال المعلومات وتوفير زعما معلومات دقيقه. وان شاء الله غنشوفوا بزاف الحوايج، وراه شفنا الحمد لله بزاف الحوايج اللي تيشرفوا الانتماء لهذا الوطن الكريم. نعم سي محمد، بغينا غير نديروا انتباهك ونديروا انتباه مجموعه من الناس اللي ربما باغيين يقدموا مساعدات للناس. كاين واحد الدوار سميتو دوار ايرق باقليم تارودانت. هاد الدوار هذا سي محمد فيه 33 اسره عندهم كلهم يلاه خمسه ديال الخيام. فهذه حاجه اللي ما زويناش، وما يمكنش انهم يؤويو خمسه د الخيام 33 اسره. وي هذه الا كانت شي مساعده تكون مشكور عليها سي محمد. ان شاء الله ان شاء الله، انا غير في الاوف ان شاء الله صيفطوا لي غير الانفورماسيون ديال الدوار وحاولوا نتواصلوا مع الشباب عندنا. تما هاد المشكل ديال الخيام هي باش يكونوا الناس عارفين شنو كاين. نعم. المغرب ما كينتشش الخيام، وعدد الخيام اللي كانت في المغرب غير كافيه لايواء هاد الناس. الحمد لله الدوله المغربيه دارت واحد الطلب عروض بزاف ديال الخيام ووصلوا منهم بزاف، وتم تحويل معامل في مناطق صناعيه من انتاج بعض الاغطيه لانتاج الخيام. الخيام دابا كتنتج في المغرب، وهذا هو اللي ولا زوين في المغرب. كما كان كوفيد كنا محتاجين لي بافيت وصيدناهم في بلادنا، دابا حنا محتاجين الخيام وكنصيبوهم في بلادنا. الحمد لله هذا مؤشر كبير ان المغرب ولا قطار الدول اللي كتصنع داك الشيء اللي محتاجها. ومع ذلك اوبيراسيون اطلس كتكوردوني مع بزاف ديال الشباب مغاربه في دوله الصين باش نحاولوا نجيبوا اكثر عدد ديال الخيام من الموجوده تما، وهذا الشيء غتشوفوه ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. والمشكل المغرب هو اننا ما لقيناش خيام في المغرب، اما كل لقيناهم الكرم ديال المغاربه كافي باش نجيبوا لهاد الناس الخيام كاملين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سي محمد الغيساني. تبارك الله عليك، وكنتي من بين الناس اكيد اللي كيشتغلوا مازال غادي يشتغلوا بهما باش نقدروا اننا نكونوا مع هاد الناس اللي في المناطق المتضرره.